صباح الخير مشاهدي الام تي في بلبنان بمختلف انحاء العالم. بتامل صبحيتكم بلشت حلوه مع اشخاص بتحبون، اشخاص بيقفوا حدكم وبيساندوكم. بس يمكن بالقبل كانت تربيه دائما مختلفه، وكانت دائما اساسها هي احترام الاكبر واحترام اخرين طبعا، وبتبقى هيك كمان. بس لازم بقى الولد يتعلم اليوم انه هو مسؤول عن حاله، هو مسؤول عن لوين بده يوصل، ما حدا بيقدر يوصله لمطرح ما بده يوصل. حتى فرض احترامه على الاخرين هو مسؤوليته هو، مش مسؤوليه ولا المسؤولين عنه مثلا بالمدرسه. مسؤوليتك انت انك تفرض احترامك على الاخرين، وانك انت تقرر وين بدك توصل، مش مسؤوليه المسؤولين او مسؤوليه الاهل او مسؤوليه الشريك او مسؤوليه الاصدقاء او حتى ارباب العمل يلي بتكون انت عم تشتغل معهم. انت مسؤول عن حالك، خذ المسؤوليه وامشي، واكيد رح توصل بهالطريقه. نحن برنامجنا مواضيع عديده ومنوعه اليوم. البدايه مع فادي بباركو. بونجور. بونجور كاتيا، كيفك؟ انا منيح. شو قصه مسؤول ومسؤوليه ومسؤولين وضيعتيني؟ شوف، نحن بنعتبر انه الولد لازم يكون عم يحترم الاكبر منه، صحيح؟ على طول، وين ما كان، بالمدرسه، بالبيت، وين ما كان. صحيح، اتس ا ماست. اتس ا ماست، على اساس انه الاكبر بيكون راشد وواعي وبيعرف اهميه الولد وشخصيته يلي عم تنمى، وبيعرف يحترمه وبيعرف يديره ويعطيه انستراكشنز مضبوطه على اساس هيك. ولكن هل هالشيء دائما صحيح؟ فلازم الولد هون يتعلم انه يعني مش دائما تلتقى بالاشخاص لو كانوا راشدين يلي قادرين انه يكونوا فعلا قدوه، يعني ايه صحيح، او قادرين فعلا انه يكونوا عم يساهموا ببناء شخصيه هالولد. فهون بيحتار الولد انه بده يحترم الاكبر منه ولا ويمشي مثل ما هو بده ويتكل عليه لحتى يقوده، ولا شو بيعمل. فهون صارت صعب التربيه بين الاحترام وبين فرد الشخصيه وفرد صح الذات. التربيه صعبه كثير كثير. شو عندك اليوم؟ عندي خبريه حلوه لكل محبين السيارات، وبذات الوقت اكيد قسم كبير من العالم بتشرب قهوه، بحبوا الاثنين سوا. انت ما بتشرب قهوه؟ كومبينيشن. انا بحب السيارات، ما بحب القهوه. اوكي. جرين تي افضل، صحي اكثر. طيب رح اشوف انا وياك. يلا. صباح الخير لكل مشاهدينا. بعد هالبريك اخبار متنوعه، خلينا على السريع ننتقل. بداية رح بلش احكي عن ايتم اوريدي حكيت عنه سابقا، كان فكرة تطور صار بالاسواق موجود، وبالوقت الحاضر كمان لانه كان مبيعه يمكن ساتسفايد كان المخترع، طلعت فكرة اجدد له. هو هالبول الزريع اللي بيقدر يعيش جوات البيت. بالاول كان بيحمل نبتة وحدة، هلا صار فينا نحط فيه ثلاث نبتات. والافانتاج الزياده اللي زادوه عليه انه عنده بهالمسكه تقريبا اللي عم نشوفها فوقه، هن لمبات، هن ال اي دي لامبس. هدول ال اي دي لامبس بيعطوا ضوء كافي لهالنبته تضل عايشه حتى لو كانت ما عم بتشوف الضوء الطبيعي، يعني اذا كان جوا بقلب البيت محل معتم ما في اي مشكله بوجود هذا الضوء، اكيد لحتى ضل الخضار عم يتجدد هالفوتوسينتيز. فالفكره هي بوكس، وهالبوكس ما فيها تراب عادي اللي نحن بنعرفه، فيها شيء نانو ماتيريال، قصص نانو كبسول صغيره. بونجور. بونجور، كيفك؟ انا منيح، انت؟ الحمد لله. هالنانو كبسول هي بتاخذ المي وما بتروحها، يعني عادة التراب بس تسقيه ايه؟ بتنزل الماء وبينزل معه كل شيء مغذي للنبتة مرات. بينزل مع الميات. فالفكرة بهيدي بهالنانو كابسول انه بتستوعب الماء، وبدل كل المغذيات اللي النبتة بحاجة لها بتضل بقلبها، وهالنبتة بتكبر وما بتكبر كثير مثل ما عم بتشوفي. هذا البو تبعها، هن ثلاث نبتات فيهم يكونوا سوا. انا ضيعت. شو الكبسول هي؟ يعني هي اللي فيها النوتريينتس يعني ولا؟ اكزاكتلي وبتاخذ المية بذات الوقت وبتصير يعني تعطي قد ما لازم لجذور هالنبتة لحتى تكبر، بدل ما تعطيهم كلهم سوا يعني وبعدين يروحوا بالمي على السريع.
هلا الفكره الحلوه كثير انه صار فيك تزرعي بقلب البيت كذا شغله، يعني عندك بازيليك، عندك زعتر، عندك اندور بهيدي هذا البول الصغير اللي عم تشوفيه قدامك. حتى فيك تسمعي سوري لانه واصلين عليها السمع، فيك تزرعي خس، فريز، روكا، كل هدول. هلا بالنهايه اكيد كوانتيتي كثير صغيره، بس انه هدول بيقدروا ينزرعوا بكل سهوله. شو مانك بحاجه يعني انه بازيليك قد ايه بحاجه؟ يعني شتله صغيره، شتله صغيره 100% 100%، حتى الزعتر يمكن ما بعرف كمان. فهيدي حق $80، وفي عندها هدول يعني في معها هالسرير اللمبات، ثلاث لمبات اللي بيدوع ثلاث شتلات ليضلوا يعطوها للفوتوسينتيز. اكزاكتلي. وبذات الوقت هن على البطاريه بيشتغلوا، يعني عندك بطارية 2A لحتى تقدري تضلي على طول عندك ضوء على هالشتلة. نايس. هلا لا خبرتك انا لمحبين السيارات وبذات الوقت بيشربوا قهوة، بيحبوا القهوة. هن وعم بيسوقوا السيارة يعني؟ لا ابدا مش عم بيسوقوا السيارة. في عنا هالموتور اللي هو جاي من 12 سيلندر. ايه هالموتور صار فينا نشيله مثل ما هو. فيكي تاخديه 10 سلندر ما عندك مشكله. ايه؟ وتحطيه على طاوله المطبخ. اوكي. بكل بساطه. وشفتي هدول السورتيات اللي هن الاشابمان تبع الموتور، هيدا كله اتس كوفي ماشين. حلو عن جد، كثير حلو، كثير ديزاين حلو. بس انا مش شربانه قهوه بعد اليوم، مشكله. ايه متحمسه اكثر. هو الديزاين ماخوذ هلا اللي رزق عم يعمل قهوه فوق، الحقنا. ايه طالع. اوكي. وراكي، بس انا بشم الريحه ما بيهمني. يعمل لك جرين تي، عنده كل شيء. اوكي نايس، حبيت. فالفكره هو معمول من جاي الفكره من موتورات الجراند بري بالتسعينات، يعني الجراند بري يعني السيارات كانوا يسوقوها ايرتون سنا او مايكل شوماخر. زادت فكره الموتور بس على سكيل اصغر اكيد لحتى يساع بالمطبخ. مثل ما كنت عم بقول لك عن جد فيك تاخذيه او 10 سلندر او 12 سلندر في. وهو اتس كوفي ماشين. هالكوفي ماشين معمول منه لهلا او رح ينعمل منه بالتحديد 500 قطعه وورلد وايد، يعني رح يكون از ليميتد اديشن، ما في منه كثير. والسعر ما بنعرف قد ايه. هيدي الاسبريسو فيلوسي ماشينز، فما بعرف قديش رح يكون علي اقبال. طب بعدين ما استخلص بتروح بترجع تحطها بالسياره وبتمشي ولا تتخيلي بسياره صغيره؟ بس الفكره كثير حلوه. حتى شوفي هون الفنجين تبعها. هلا ديفرنت كاينز اوف كوفي يعني، ولا نفس الكوفي بس؟ نفس الكوفي فيك تعملي، بس اكزاكتلي فيك تعملي اكثر من فنجان بذات الوقت. ولاحظي حتى الفنجان تبعها معمول مثل البيستون تبع السياره، كله سخن بنفس درجه الحراره 100%. ففكرة كتير مهضومة، فكرة كتير حلوة، ديزاين كتير حلو. وإسا نايتم فيكي ما بعرف هيدا ليميتد، ما رح يكون في منه كتير. فحلو الواحد يكون عنده إياه. مهضوم كتير. إسبريسو ماشين كتير حلو. يعني هدية روعة. بس غالي. لا إنه ليكون منه في 500 قطعة وورلد وايد أكيد رح يكون سعرها مش رخيص. آخر آيتم إذا يضل معنا وقت رح حكي عنه، هو هذا الشخص اللي زهق من قصة يقعد ورا كيبورد. فقرر انه هالكيبورد اللي ما بقى له جلدة يقعد وراه يكون مخبى على المسرح، ينقله جيتار. اكزاكتلي ينقله مثل الجيتار. مشان هيك اخترع هيدي الفكرة، هو اللي اخترعها وصار محل بعده عم يلعب بالايدتين بهالطريقة. صح، بس محل الاوتار. ايه؟ هو شو عنده؟ عنده ايفون. تغيرت. ما عنده اوتار، عنده ايفون. هو اتس تاتش، كله تاتش. الفكره منه انه صار بيقدر يتحرك، اتس بيس جيتار بالتحديد، صار بيقدر يتحرك، يلعب بيس، يروح ويجي محل ما بده. هو اصلا البيس ما عنده مشكله، هو اتس بيس جيتار. هون كمان هيك قلبها سبيس بيس سميها، لحتى يكون عم يستعمل بذات الوقت، يستعمله از كيبورد واز جيتار ات ذا سيم تايم. فالفكره طلع فيها وما لنا بحاجه ابدا، لانه بالنهايه هي عم نحكي سيسان كمبيوتر، يعني تقريبا ما لنا بحاجه لجاك فيش يشكوا بالجيتار تطلع صوت، لانه هو ما بيطلع صوت. أوكي. هو وايرلسلي ثرو واي فاي سيستم بينقل كل التاتش اللي انت عم تكبسيهم على السكرين او على على او على هدول التوشات اللي فوق، بينقلهم على كمبيوتر بكيبل يو اس بي، والكمبيوتر هو بيحولهم لصوت وبيرجع بيطلعهم على سبيكرز.
فهي فكره شوي غريبه، بس بتعرفي كل شخص هيك بينزعج قرر يخترع هالطريقه. بس حتى اذا بده يلعب يتعلم يلعب عليها يعني، منا اكيد مثل... اكيد هو بالنهايه بيلعب ميوزك ما عنده مشكله، بس المشكله انه طور الفكره من انه تكون توشيت عادي. بس تعود، اتس نيو انسترومنت يعني، اتس نيو كومبليتلي نيو كومبليتلي نيو، هو مخترعها يعني بالنهايه. بعد في ناس بس بدها تبلش تشتغل عليها بدها وقت حتى تقلع. فهيدي الفكره فكره كثير كثير مهضومه يعني، ما لنا سويرد، بس اكيد فكره جديده وبحس رح تلاقي نجاح. انا رح ننتقل عند فيليب لنشوف سيارته اذا بتعمل قهوه. قبل ما نشوف السياره فيليب، سوري، هارد لك يسترداي. يا ريت تعمل قهوه السياره يعني، هذا يكون كحلم كل الاشخاص. نحن موتور سيارتنا بيعمل قهوه وربحنا امبارح. كان توب ذات كله هيدا هو ربحنا امبارح. لا نحن يعني بدي اقول سيارتنا بس بتمشي على الطرقات، واكيد سياره كثير حلوه. يا ريت تعمل كل هالقصص. فادي كيفك؟ انا منيح وانا كثير مبسوط. بشو مبسوط؟ بالماتش الفوتبول امبارح. انت عم بتطنش. انا عم جربت غير الحديث. جربت غير الحديث. مش لاحظت. اوكي، واقف جورج هون كنت عم تهني، اكيد لانه بهني جورج سويدا اكيد على بايرن ميونخ. انت لازم تشتغل بكره، كنت مش اليوم. مزبوط، كان لازم بكره اجي، مش نسيته كل شيء. امبارح شفته لابس تي شيرت اليوفي وقاعد مبسوط. يلا يعني كنت بلبسها اليوم كمان. خيرها بغيرها. معلش كان لازم تلبسها اليوم كمان لتضلك وفي. مزبوط، تاني لبسها بقلبي. اوتو فوكس معك. يلا.